كان في أوروبا ومقاييسه المعايير مقاييسها معايير جديدة وشديدة جدا يعني مش سهلة فهمتني دليل اللي ضغط كلمات ضجاك جايزة زاد تكوني من أوروبا من الاتحاد الأوروبي العمل نتاعكم كان بطريقة كذا متجددة تعلمتوا برشا حاجات تعلمتوا طريقة نتاع خدمة طريقة نتاع تعامل حسيبوا شو نقول لكم برافو 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 وهذا الكل كيف كيف بفضل تركوا اللي عندكم المتجدد ما شاء الله عليكم مدام هادية ومدام سوسن وعلى راسهم بالطبيعة دعمكم لينا هو اللي خلينا نتواصل ونشرح وان شاء الله مش اخر مرة ان شاء الله شكر مرة أخرى لكم أنتم التلامذة اللي لولاكم لكلم لما كان العمل لدي ولولا زملاء ويعطيهم الصحة ونحييهم أنه كيفاش السادة متاع فرنسية والسادة متاع إنجليزية انخرطوا في المشروع هذا انخرطوا في الإعلامية ودونك ولات الخدمة فيها جزء منها أنك تتعلم تخدم بالتقنيات الحديثة وتوظف مادة الإنجليزية ومادة الفرنسية ويكون عندك أن بروجي أنك تسوقوا داخل الوطن وخارج حدود أرض هذه البلاد. دونك مرة أخرى يعطيكم الصحة الناس كل ونشكر أيضا السيد المدير راهو مش بالساهل راهو. لما هذيا ومرة أخرى سي نبيل سمعت المندوب يبلغ التهاني يعطيكم شكرا ويعطيكم الصحة وإن شاء الله بالتوفيق مجددا وباهر يتكرموا لنا زاد باهر زاد يتكرموا في المندوبية ونحط كلام Hey,